كيف تقرأ هذه الزيارة الحالية للرئيس السيسي إلى بلادكم الشقيقة؟ يعني الرئيس السيسي في وطنه الثاني الإمارات وبين أشقائه قادة الإمارات، وهذه الزيارة هي استكمال لزيارات سابقة، وفيه الآن قدر كبير من الانسجام الشخصي بين قادة الإمارات والرئيس عبد الفتاح السيسي. عندما يأتي للإمارات لا تكون الزيارة رسمية، بل تكون الزيارة أخوية وودية وحميمية. شاهدنا بعض مقاطع من فيديوهات منتشرة في الإمارات، كيف أن الشيخ محمد والرئيس السيسي على طاولة غداء في مركز تجاري بكل ود وبكل تقدير. فأعتقد هي الزيارة قد تخطت الآن الأبعاد الاستراتيجية والسياسية لكي تعمق هذه اللحمة لحمة الود بين قيادة البلدين وبين الشعبين المصري والإمارات. فيما عدا يعني العلاقات الثنائية بين البلدين دكتور عبد الخالق، يعني هناك من القضايا الإقليمية والعربية الكثير ربما ستكون على طاولة المباحثات. برأيك ما هي أهم هذه القضايا، وهل تنسجم رؤية القاهرة وأبو ظبي مع هذه القضايا؟ شوف، الملفات الإقليمية الساخنة منها لا تنتهي بل تتجدد باستمرار. نحن باستمرار أمام مستجدات إقليمية ساخنة، الوضع في سوريا اندلع من جديد، مسألة القدس والقضية الفلسطينية. ولكن في جميع هذه الملفات وهذه القضايا الإقليمية أعتقد أن هناك 99.9999% توافق بين الرؤية الإماراتية والرؤية المصرية، تطابق شبه كامل. من هو العدو في هذه اللحظة ومن هو الصديق في هذه اللحظة؟ مثل هذه التوافق الاستراتيجي أعتقد لم نشهده من قبل. فأعتقد هناك تنسيق إماراتي مصري وسعودي، هذا الثلاثي الآن هو الذي يحدد البوصلة العربية، كل ذلك استعدادا لعقد القمة العربية القادمة في مارس الرياض المملكة العربية السعودية. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات.